عدد مشتركي سابورا نت. اليوم ان شاء الله باش نعطيكم فكرة على الاعداد العشرية، باش نحاول نعرفوها، باش نحاول نشوف العمليات على الاعداد العشرية كيفاش نقوموا بانجازها. بطبيعة قبل ما نتعدى نخدم لكم التمارينات باش نكونوا ملمين بجميع القواعد، وباش نخدموا تماريناتنا ونبدو فاهمين ان شاء الله. شنو هو العدد العشري؟ مثال عندي، باش نعطيكم مثال عندي 2.8، هذا يتسمى عدد عشري. تعلمنا هذا يتسمى عدد عشري. شنو فيه العدد العشري؟ فيه جزئين، فيه جزء يتسمى جزء صحيح وجزء عشري. تعلمنا اذا الجزء هذا يتسمى جزء عشري. أو الجزء العشري جاي على يمين الفاصل، هذا هو الفاصل، والجزء الصحيح جاي على يسار الفاصل، هذا يتسمى جزء صحيح. فهمنا؟ إذا هذا هو، هذه هي مكونات العدد العشري. شنو هو تعريف العدد العشري؟ مثلا كي ناخذ المسطرة نتاعنا، عفوا، هذه هي المسطرة نتاعنا، شنو عندي لهنا؟ من هنا من 2 لـ3 هو يتسمى 1 سنتيمتر، إذا هذا هو 1 سنتيمتر، فهمنا؟ هذا هو 1 سنتيمتر، باهي، وعندي أكل الجزء الصغير هذاك اللي هو المليمتر، باهي، يا إما نكتب 1 سنتيمتر و3 مليمتر، وإلا نكتب 1.2 سنتيمتر، تفهمنا؟ إذا هذا هو جزء 10، شو معناتها جزء 10؟ هو الجزء من 10، وأنا عندي 1 سنتيمتر متاعي كان ثبتوا في المسطرة متاعنا، تو نلقوه مقسم لعشرة أجزاء، تفهمنا؟ عندي جزء 1، جزء 2، جزء، إذا أكل 10 أجزاء الصغيرة هذوكم اللي هما المليمترات، يتسموا هما جزء 10، تفهمنا؟ إذن العدد العشري مكون من جزئين، جزء صحيح وجزء عشري. باهي، عندي عدد هذايا مثلا، هذا هو بطبيعة عدد عشري، حاولوا فيه جزئين اللي هما جزء صحيح اللي هو جزء صحيح 647 وجزء عشري اللي هو 381. باهي، عندي في الحاجة مهمة في الأعداد العشرية نجم نقسمها، عندي جدول هذايا باش نخدمو بيه بالكدا وباش نخدمو بيه تماريناتنا باش يتبعنا. شنو فيه؟ عندي جزء عدد عشري باش نقسمو، بتبيها عندي الجزء العشري وحده والجزء الصحيح وحده، فهمنا؟ هذا هو الجزء العشري، ولهنا عندي الجزء الصحيح. إذا الجزء العشري في الكتابة متاعي مقسم إلى 3 أجزاء، إلى 3 أعداد والأرقام، والجزء الصحيح كيف 3 أرقام، إذا نجم نحطهم في الجدول. العدد متاعي هو 6 4 7، نحط الفاصل لهنا هكا ولا 3 8 1، فهمنا؟ باهي، كل رقم عنده تسمية معينة. الواحد هذا يتسمى الجزء، الأجزاء من الآلاف، هذه هما الأجزاء من الآلاف، الأجزاء من الآلاف، إذا الأجزاء من الآلاف اللي هو رقم واحد، هذا يتسمى الأجزاء من المئات، هذا هو الأجزاء من الآلاف، الأجزاء من العشرات، عفوا، عندي الأجزاء من الآلاف، المئات، العشرات، هذا هو يتسمى في الجزء الصحيح، هذا يتسمى الوحدات، هذا يتسمى بطبيعة العشرات، هذا يتسمى المئات، فهمنا؟ وكان عندي عدد آخر ولا رقم آخر بطبيعة يتسمى الآلاف، أحد الآلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف، وإلى غير ذلك. باش نعملو تطبيق صغير نحنا، عندي العدد متاعي اللي هو باش ناخذ عدد مثال، باش ناخذ 312.06، إذا باش نحاول نسمي كل رقم لهنا. أول حاجة أنا هو الجزء العشري وأنا هو الجزء الصحيح، إذا 312 هذا هو الجزء الصحيح، وصفر ستة هذا هو الجزء العشري، فهمنا؟ باهي، شنو عندي أنا لهنا؟ صفر شنو يتسمى؟ صفر يتسمى هو نحطه في خانة الأجزاء من العشرات، ستة ولا ستة شنو نحطها؟ نحطها في حق في هو نحطه في الجدول متاعي، نعمل جدول. جدول تاعي عندي كيما تفهمنا جدول قسمو، اذا هو 312.06. باهي، اذا عندي 312 هو الجزء الصحيح، هاو 312، اذا هذا هو الوحدات، العشرات، والمئات، وصفر ستة عندي الاجزاء من العشرات والاجزاء من المئات. باهي، باش نتعدى الجزء الموالي اللي هو ترتيب الأعداد العشرية، كيفاش نرتبهم؟ عندي جزء أعداد عشرية، مثلا عندي العدد هذايا، وعندي العدد هذايا، باش نرتبهم، معناها أنا ولي أكبر وأنا ولي أصغر. أول حاجة نشوف الجزء الصحيح، كي نبدأ نرتب الأعداد العشرية، نرتب الأجزاء الصحيحة، عندي هنا الجزء الصحيح هو 412، ولهنا 841، أما أكبر 841، إذا هذا هو العدد الأكبر. باهي، مثلا عندي العدد هذايا، باش نقارنو بالعدد هذايا.
اذا نشوف لاحظ انه عنده بنفس الجزء الصحيح. اذا شنو نقارن هنا؟ نقارن الاجزاء العشريه ولا نقارن الجزء العشري، لان عندي واحد ولا عندي صفر، اذا هذا باش يكون اكثر. فهمنا؟ اذا كنكتب القاعده نتاعي لمقارنه الاعداد العشريه، اذا كان الجزئين الصحيحيين مختلفين شنو نعمل؟ تعاد نقارن الاجزاء العشريه. اذا اذا كان الجزئين اذا كان الجزئين الصحيحيين صحيحان عددين عشريين مختلفين، اذا شنو باش نعمل هنا؟ مختلفين، فان اكبرهما هو الذي لديه اكبر عدد، اذا الذي لديه اكبر جزء صحيح. واذا كان لهما نفس الجزء الصحيح شنو نعمل؟ لهما نفس الجزء الصحيح شنو نتعدى؟ نكتب الجزئين العشريين بنفس العدد من الأرقام، يكون أكبرهما هو الذي جزءه العشري أكبر. إذا أكبرهما هو الذي جزءه العشري أكبر. فهمنا؟ إذا عندهم نفس العدد الصحيح، نقارن العدد الصحيحة. ما عندهمش نفس عندهم نفس العدد الصحيح، عفوا نقارن الجزء العشري. ما عندهمش نفس العدد الصحيح، فيني نقارن الجزء الصحيح، والعدد اللي عنده جزء صحيح اكبر هو العدد الاكبر. تو نخدموا عليها برشا تطبيقات وبرشا تمارينات قدرة ربي تفهموها اكثر. نتعدى الجمع وطرح الاعداد العشريه. جمع وطرح الاعداد، اذا في الجمع والطرح مش نطبق نفس الخاصيات الموجوده في الاعداد الصحيحه الطبيعيه. شو معناتها عملية الجمع والطرح؟ عملية تجميعية وتبديلية. باش نطبقهم، باش ناخذ منكم أمثلة باش نفهموا بها. مثال عندي العدد هذايا، إذا باش نجمع عددين عشريين نجيب تبع نجز العملية عموديا، نحط الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والجزء العشري تحت الجزء العشري، والفاصل تحت الفاصل. فهمنا؟ إذا شنو عندي لهنا؟ سبعة مع واحد ثمانية، صفر مع سبعة سبعة، نحط الفاصل، اثنين مع أربعة ستة، واحد مع واحد اثنين، وخمسة مع ستة إحدى عشر. فهمنا؟ إذا نحط لكل عدد الأعداد كل جزء تحت الجزء المقابل له في العدد الآخر. مثال عندي العدد هذايا، إذا كيف كيف نكتب العملية عموديا، نحط ديما اللي انا عندي الوحدات، اذا هنا نحط الوحدات نتاعي، الفاصل كيف كيف عندي صفر وواحد ستة. فهمنا؟ اذا عندي لنا بالطبيعه عندي اصفار، نضيف الاصفار ما يقلقنيش، صفر مع ستة ستة، صفر مع واحد واحد، واحد مع صفر واحد، نهبط الفاصل عندي خمسة أربعة وأربعة. فهمنا؟ اذا النتيجة هنا مش تجيني 445.116، ولهنا عندي 1026.78. فهمنا؟ اذا اللي جمع الاعداد العشريه نحط كل جزء تحت الجزء المقابل له ونجمع بهذا. كيبدو عندي جزء اعداد، كيبدو عندي ثلاثه، بالطبيعة نطبق خاصيه الجمع اللي هي التجميعيه والتبديليه. شو معناتها؟ معناتها نجمع بجزء اعداد ونضيف العدد الثالث. بالطبيعة باش نخدم لكم مثال باش تفهموا به خير. مثال باش نجمع العدد هذايا، إذا نطبق القاعدة تقولي إنه عملية الجمع هي عملية تجميعية، نجم نجمع هذوما زوج مع بعضهم باش نضيف لهم الجزء العدد المؤلي. فهمنا؟ إذا هذوما زوج شنو باش يعطيني؟ نعمل العملية عموديا بالطبيعة باش تجيني نتيجة صحيحة، ومعناها ونحاول إني ما نغلطش فيها. عندي ستة مع أربعة عشرة، نكتب صفر ونحتفظ بواحد، واحد مع صفر مع صفر واحد، نهبط الفاصل، اثنين واثنين أربعة، اثنين ثمانية. إذا 824.10 باش نضيف لها 512.1. كيف كيف عندي هذا صفر اثنين، نضبط الفاصل، ستة ثلاثة ثمانية وخمسة بتجيني 13. فهمنا؟ إذا النتيجة النهائية هي فاصل 20. إذا انطبقت الخاصية في عملية الجمع، وعملية الجمع عملية تجميعية وتنطبق زادا على الأعداد العشرية. فهمنا؟ إذا باش نشوفوا ضرب الأعداد العشرية،
كيف كيف الضرب باش نطبق نفس الخاصيات في الأعداد الصحيحة الطبيعية بالطبيعة باش نفهمو باش نفهمو بالأمثلة. عندي 412.15 ضارب 6.2. إذا كيف كيف ننجز العملية عموديا، نعمل 412.15 ضارب 6.2. أول حاجة نعملها هي شنو، نجي كيف ما نعرفوا عملية الضرب العادية، 2 في 5 10 نكتب 0 ونحتفظ بواحد، 2 في 1 2 مع 1 3، 2 في 2 4، 2 في 1 2، و2 في 4 8. فهمنا نحط النقطة متاعي، 6 في 5 30، 6 في 1 6 مع 3 9، 6 في 2 12. إذا 6 في 1 6 مع 1 7، و6 في 4 24. نعمل العملية العادية، نعمل في عملية ضرب عادية. فهمنا ننسى الفاصل ونخدم عملية الضرب متاعي العادية. عندي لنا 0، عندي 3، عندي 13 نكتب 3 ونحتفظ بالواحد، 4 5، عندي 8 و7 15 نكتب 5 ونحتفظ بالواحد، 4 و1 5، وعندي 2. باهي عندي العدد هذا. توا نرجع للفاصل نتاعي، قداش عندي من رقم بعد الفاصل؟ عندي في العدد الاولاني رقمين وفي العدد الثاني عندي رقم، اذا المجموع نتاع الارقام اللي بعد الفاصل في العددين قداش؟ 3. اذا نجي لهنا نعمل 1 2 3. فهمنا نشوف قداش من رقم قبل الفاصل عفوا، معناها قديش من رقم في الجزء العشري، نحسبهم ونحطهم في الـ في الـ في الـ الاعداد اللي عملت الضرب نتاعو. اذا النتيجه النهائيه باش تجيني 2555.330. فهمنا عمليه بسيطه وسهله. باش نخدم لكم مثال اخر باش نزيدوا نفهموا به خير. اذا باش نخدم المثال 441.06 ضرب 5.01. كيف كيف نجي لهنا نعمل العمليه العموديه نتاعي، 0.06 ضرب 5.01. باش نعمل 1 في 6 6 لنا 0 1 4 1. فهمنا نتعدى للرقم الموالي اللي هو 0، اذا 0 كلهم تجيني اصفار. نتعدى للرقم الموالي اللي هو 5، 5 في 6 30، نكتب 3 0 ونحتفظ ب 3، 5 في 0 0 مع 3 3، 5 في 1 5، 5 في 4 20 نكتب 0 ونحتفظ ب 2، 5 في 1 5 مع 2 7. نعمل عملية الجمع، عندي 6 0 1 7 6 0 7. فهمنا اذا لهنا بقينا في عمليه الجمع، عمليه ضرب عاديه كاني نضرب في زوز اعداد في بعضهم. باهي بعد شنو نجي باش نشوف لهنا قداش عندي من رقم يعني على يمين الفصل، لان عندي زوز ولان عندي زوز، المجموع هو 4، يعني 1 2 3 4. اذا هذا هو العدد نتاعي اللي هو 706.7106. فهمنا هذه هي النتيجه. اذا هذه هي طريقه ضرب الاعداد العشريه، وبالطبيعه نطبق الخاصيات اللي نتاع عمليه الضرب اللي عمليه تبديليه وتجميعيه. التعامل هنا مع الاقواس والتعامل في العمليه الضرب هو عنده بالطبيعه نفس التمشي ونفس القواعد اللي شفناها في الاعداد الصحيحه الطبيعيه، نفس الخاصيات تنطبق على الاعداد العشريه والاعداد الكسريه. فهمنا انت هنا باش نحكوا على الاعداد العشريه النسبيه باش نعرفوها. شو معناتها أعداد عشرية نسبية؟ باهي يبدأ عندي عدد عشري مرفق بعلامة سالبة يسمى عدد عشري سالب، مثال إلا 20.1 هذا هو عدد عشري سالب، نجم نكتب إلا على العدد العشري. فهمنا مثال عندي العدد هذايا 0.15 بتبيع علامة موجب ولا تبدأ ما فماش حتى علامة، خاطر الموجب إما نحطها إما نحطهاش، يتسمى عدد عشري موجب. تفهمنا الاعداد هذه الموجبه والسالبه اللي هي الاعداد العشريه السالبه والموجبه تتسمى اعداد عشريه نسبيه. اذا الاعداد العشريه النسبيه هي اعداد عشريه سالبه وموجبه، اذا هذه تسمى اعداد عشريه نسبيه. تفهمنا بتبيع الاعداد النسبيه بصفه عامه، عندي اعداد صحيحه يعني الموجبه والسالبه موجوده تنطبق على الاعداد العشريه وغير العشريه. تفهمنا نحن باش نشوفوا الاعداد العشريه النسبيه كهو. باهي شنو عندي لهنا مثال باش ناخذ سلم صغير، عندي هذا هو الصفر، هذا هو الصفر نتاعي. عندي من هنا بالطبيعة باش نحط واحد، باش نحط اثنين، لهنا عندي 1.5 هنا عدد عشري موجب، لهنا عندي 3 مثال، لهنا عندي 2.8. تفهمنا في الناحية هذي شنو عندي؟ من الناحية هذي عندي الأعداد العشرية الموجبة، والناحية هذي عندي الأعداد العشرية السالبة، مثال لهنا عندي واحد إلا واحد، لهنا عندي إلا 1.5، يكونوا ديما الأعداد متطابقين على الصفر. فهمنا اذا هذه هي يعني الناحيه الموجبه وهذه هي الناحيه السالبه. والصفر هذا هو شنو؟ الصفر هو عدد موجب وسالب في نفس الوقت، نجم نحطه مع الاعداد الموجبه كما نجم نحطه مع الاعداد السالبه. فهمنا خاطر الصفر هو الحد نتاع الاعداد الموجبه وهو الحد نتاع الاعداد السالبه.
باش نخدم لكم تطبيق صفحة 79 من كتاب المدرسي باش نفهموا بيه أكثر. عندي مجموعة من الأعداد ومش نحطها في الجدول، عدد سالب وعدد موجب. نبدأ بال 34، إذا هو عدد موجب. 5.8 عدد موجب، فهمنا؟ إلا 6 حطها في الناحية السالبة، 0.75 موجب، إلا 1.6 سالب، 0 قلت لكم نحطوا 0 في الخانتين خاطر هو ينطبق عليه هو عدد سالب وعدد موجب، إلا 0.55 سالب، 33.5 عندي إلا 10 نحطها من الناحية هذه السالبة، وعندي إلا 2006. إذا هذا هو شنو معناتها عدد موجب وعدد سالب. نخدم لكم تطبيق آخر بالسلم جديد نفهموا به خير. عندي هذا مستقيم دلتا مدرج، هذوما عندي التدريجات نتاعو، مش نحط نقاط أ و ب و س، حيث أ فاصلتها 3 إلا 3.5، هذه تسمى فاصلة، ب فاصلتها 4 و س فاصلتها إلا 0.5، بالطبيعة باش نجي نحطهم على السلم نتاعي. إلا 3.5 وين باش تكون؟ باش تكون من الناحية اللي من هنا، عندي هذه إلا 1 إلا 2 إلا 3.5 تقريبا لهنا، إذا هذه هي الأ فاصلتها إلا 3.5، فهمنا؟ البي هي 4، 1 2 3 4، إذا هذه باش تكون البي، سي إلا 0.5، هذا 0 إلا 0.5، إذا هذه هي السي، فهمنا؟ هذا هو السلم كيفاش نحطه كيفاش نستعمله. باقي نقول لكم مثلا أعطوني النقطة دي فاصلتها 1.5، وين باش تكون النقطة دي؟ عندي هذا 1، هذه النقطة دي فاصلتها 1.5، باهي؟ باش نخدموا عليه هذا برشا التمارينات لخاطر باش يستحقوه برشا في باش نجموا نخدموا الامتحانات المراقبه والتأليفيه. عندي عددين عشريين، مثلا عندي 2، طبيعه الا 2 شو تتسمى هذه؟ الا 2 تسمى مقابلها، مقابل 2 هو الا 2، اللي عندي الا 1.5 المقابل نتاعها هو 1.5، يبدو عندهم نفس القيمه ولكن اللي يتغير هو العلامة، فهمنا؟ كيفاش نقارن عددين عشريين؟ اذا كانوا زوز عندهم نفس العلامة، معناتها زوز موجبين ولا زوز سالبين، كيفاش تكون المقارنه؟ اذا كانوا زوز موجبين، اذا كان عددين عشريين موجبين، موجبين كيفاش نقارنهم موجبين؟ اذا يكفي اني نقارن كما وريتكم، معناها نقارن الجزء الصحيح، اذا كان عندهم نفس الجزء الصحيح نتعدى نقارن الجزء العشري سهل. واذا كانوا سلبيين، اذا كان عددين عشريين سالبين، باش نقارن سالبين. مثال باش ناخذ الا 1.5 باش نقارنها بالالا 3، اما اكبر لهنا، هل انه الا 3 اكبر ولا الا 1.5؟ الا 1.5 اكبر من الا 3، فهمنا؟ ردوا بالنا لهنا راهو بالنسبه في الناحيه السالبه راهي تتعكس. باش نزيد نفهمكم اكثر، عندي هذا السلم، عندي هذا 0، اذا عندي هذا الا 1 الا 2 الا 3 ولا 4، فهمنا؟ وين باش تكون الا 1.5؟ الا 1.5 باش تكون لهنا، اذا هذه الا 1.5، الا 3 باش تكون لهنا. انهي اللي اقرب للصفر؟ هل هي الا 1.5 ولا الا 3؟ معناتها شنو معناتها اقرب للصفر؟ معناتها انهي اللي اقرب للناحيه الموجبه، مو هذه هي الموجبه، الا 1.5، اذا هذه باش تكون اكبر، فهمنا؟ وإلا 1.5 أكبر من إلا 3. باش نزيدو نفهمو خير، عندي زوز أعداد عشرية سالبة باش نقارنهم ببعضهم. شنو نجي نعمل هنا؟ نجي نشوف المقابل متاع 1.5، إلا 1.5 هو 1.5، والمقابل متاع إلا 3 هو 3، إذا هنا باقي نعمل في المقابل، في المقابل. باهي، يكفي إني نقارن المقابل، أما أكبر 3 ولا إلا 1.5، بالطبيعة 3 أكبر. في الناحية السالبة نجي نعكس العلامة، تفهمنا؟ إذا لمقارنتي عددين سالبين يكفي اني نقارن المقابل نتاعهم اللي هما يكونوا موجبين، وبعد نرجع للمقارنه الاولانيه ونعمل بقلب العلامه، تفهمنا؟ بكيبدا عندي عدد عشري سالب وعدد عشري موجب، الموجب ديما اكبر. مثال عندي الا 1.5 باش نقارنها ب 0.5، اذا الموجب ديما اكبر، تفهمنا؟ باهي، بالفيديو هذا نكون عطيتكم لمحة صغيرة على الأعداد العشرية والأحداثيات. تابعوني على صبورة نت باش نصلح تمارينات الكتاب المدرسي اللي هما تمارينات مهمين جدا باش نفهموا بهم الدرس نتاعنا. وبالطبيعة كان عندكم حاجة ما كنتوش فاهمينها ولا أي اقتراح، تنجموا تتصلوا بإدارة المنصة.